ترأس اليوم معالي رئيس الوزراء بهيمي باداكي اللابير مناسبة الاجتماع الشهري حول التربية، وذلك بحضور الوزراء المعنية الوزارات المعنية وشركاء البلاد في التربية، فضلا عن ممثلي جمعيات أولياء أمور التلاميذ، وذلك بهدف معرفة سير النظام التربوي ومدى الاستعداد لإجراء امتحان الشهادات الثانوية دورة هذا العام. التفاصيل لدى حسن ترموت. أشرف رئيس الوزراء فهيمي باداكي البير على الاجتماع الشهري التربوي الذي شارك فيه بعض من أعضاء الحكومة ومسؤولي التعليم في جهات كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مكاي حسن تيسو ووزير التربية الوطنية وترقية المواطن أحمد غزالي محمد عسيل ووزير الشباب والرياضة يوسف أبا صلاة والشركاء الدوليين لتشاد في مجال التربية الوطنية. هذا وقد استمع رئيس الوزراء إلى كل من وزير التربية الوطنية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة للتعرف على الإشكاليات التي وقفت أمام العملية التعليمية بمختلف المراحل الأساسي والثانوي وفي الجامعات. كما استمع رئيس الوزراء إلى كلمة الشركاء الدوليين لتشاد في هذا المجال، ومن خلال الاجتماع وقف رئيس الوزراء على مختلف المعلومات المتعلقة بسير العملية التعليمية وكذا مدى الاستعداد وجاهزية المؤسسات بخصوص المسابقات والامتحانات المختلفة خاصة الإعدادية والثانوية. وأغلب الاجتماع صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جينا في مشاكل الصعوبات اللي عندنا في التعليم العالي، خاصة في تأخرات في كافين هنا بريم هنا الكونتراكتيو لقينا وانا سالير هنا الكونتراكتيو لقينا وهجينا وبريمير مينيستر أدى انستركسيون لوزارة المالية اللي ممكن تشوف الكلام ده وتلقى حلول للمشاكل ده. وهجينا في مشكلة عن البكالوريا، مش تعرفوا البكالوريا قرب والحمد لله في ده تنظيم بتابي نتابعين في التنظيم إن شاء الله في يوم 17 جوية ممكن البكالوريا بكون في كل الأراضي. السنة فاتينا سانتر جديد في وادي هديد، وده سانتر خص الرفيجي القايدين في سبان هنا البلد، وقلنا فكنا لهم سانتر ممكن ينتهون في سانتر ده. نشير إلى أن هذا الاجتماع شارك فيه أعضاء جمعية أولياء أمور الطلبة، وذلك نظرا لأهمية هذا الاجتماع الذي يجيء قبل أيام قليلة من المسابقات والامتحانات المختلفة.